من هو جورجيو أرماني؟ هو ولد في سنة في 21 يوليو 1934، مصمم أزياء إيطالي. ولد في بلدة بياتشينزا في شمال إيطاليا، كان يعيش مع أخوه الأكبر سيرجيو وأخته روزانا، وقد حصل على شهادة الثانوية من مدرسة ليثيو ساينتيفين ريسبيغي، وكان يطمح أن يدخل في مجال الطب، فالتحق بكلية الطب في جامعة ميلانو لمدة 3 سنوات ولم يكمل دراسته. ففي سنة 1953 كان عليه الالتحاق للخدمة العسكرية، وفي تلك الفترة تم نقله للخدمة في أحد المستوصفات في فيرونا إلى أن انتهت خدمته في الجيش. لم يكن يرى لدى أرماني أي اهتمامات في عالم الأزياء حتى سنة 1957، حيث التحق للعمل في محل للأزياء الرجالية يدعى لاريناسينت، واكتسب من خلالها خبرة كبيرة في مجال صناعة الملابس وتصميمها. في سنة 1960 بدأ مسيرته الفعلية في عالم تصميم الأزياء، وذلك مع انضمامه إلى شركة نينو شيروتي كمصمم أزياء خاصة بالرجال. في أواخر الستينيات التقى أرماني بسيرجيو جاليوتي، وهو رسام معماري، كون صداقة قوية فيما بينهما، وأقنعه جاليوتي بأن يفتتح متجرا خاصا به في تصميم الملابس الرجالية في ميلانو. وقد أدى افتتاح المتجر إلى تعاون واسع النطاق بين أرماني وعدد من بيوت الأزياء الشهيرة. أطلق سنة 1975 أول مجموعة ملابس رجالية له. هذه المجموعة التي اعتبرت حينها جريئة وملفتة لما ضمتها من قصات مريحة وضيقة حتى سنة 1980، لم تكن تصاميم جورجيو أرماني معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ومع اختيار الممثل الهوليوودي ريتشارد جير تصاميم أرماني في فيلم أمريكان جيغولو، أصبحت تصاميم أرماني مشهورة ورمز لطلة رجل الأعمال الناجح. في سنة 1975 أسس أرماني مع صديقه جاليوتي علامته التجارية الخاصة باسم جورجيو أرماني، وفي شهر أكتوبر من نفس العام قدم مجموعته الأولى الخاصة بتصميمات للأزياء الرجالية لبيع لربيع وصيف سنة 1976 تحت اسمه الخاص. كما أنه قام بإنتاج أول خط لتصميم الأزياء النسائية في نفس الموسم، بدأ أرماني في توسعة دار أرماني. بدأ يصدر منتجاته وتصاميمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1979، وازدادت شهرته في أمريكا بعد أن وقع عليه الاختيار لتصميم ملابس الممثل الهوليوودي الشهير ريتشارد جير في فيلم أمريكان جيجولو. ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم جورجيو أرماني بتصاميم رجال الأعمال الناجحين. وفي أوائل الثمانينيات وقع أرماني اتفاقا مع شركة لوريال لصناعة العطور، كما أدخل عدة ماركات جديدة باسمه مثل أرماني جونيور وهي مخصصة للأطفال، وأرماني جينز، وأرماني إكستينكت، وأرماني برايفي وهي خاصة تصاميم الأزياء الراقية الهوت كوتيور. كما أطلق خط إنتاج للنظارات الشمسية وإطاراتها من خلال علامة أمبوريو أرماني. ولم يكتفي عند هذا الحد من الطموح، فقد وسع أعماله وخطوط إنتاجه لتشمل الأثاث والديكور من خلال أرماني كازا، وافتتح أيضا مطاعم ومقاهي ومنتجعات أرماني التي أنشأها بالتعاون مع شركة إعمار العقارية في كل من ميلان ودبي. بعد هذا التطور والانتشار السريع والمتواصل، استطاع جورجيو أرماني أن يصل للعالمية وتصبح علامته التجارية من أنجح وأهم العلامات التجارية في السوق العالمية، وأصبحت تتسابق شركات الإنتاج السينمائية لتتفق معه على تصميم أزياء طواقم العمل الفنية في مختلف الأفلام الأجنبية العالمية. فوصلت تصميماته في السينما أكثر من 100 تصميم، وصمم أزيد أيضا أزياء الملابس الرياضية الخاصة بإيطاليا في مسيرات الوفود في الأولمبياد. في سنة 1996 اعتبر أرماني كأحد مصممي الأزياء المتهمين بالفساد. في سنة 2001 سمته مجلة فوربس كأنجح المصممين خارج إيطاليا بصافي ربح بلغ 1.7 مليار دولار.
في سنة 2002 عين سفيرا للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في سنة 2005 سمي كأكثر المصممين المهتمين بالبيئة من قبل منظمة التنمية. وفي سنة 2006 صمم أرماني ملابس الرياضيين الإيطاليين الذين ارتدوها في مسيرة الوفود في الأولمبياد الشتوي 2006 بتورينو. في سنة 2012 صمم أيضا ملابس البعثة الإيطالية في أولمبياد لندن 2012، وكانت من أكثر البعثات تميزا بفضل لمسته الرائعة. أرماني إكسشانج هي الخط الأكثر انطلاقا في مجموعة أرماني، وتباع في محلات خاصة لهذه العلامة فقط. أرماني جينز هي العلامة الأرخص في كل علامات أرماني. أرماني كازا هو خط الأثاث والديكور. أمبوريو أرماني للشباب الذين يمتلكون دخلا أقل ويسعون لملابس أكثر تحررا. أرماني كولوتسيوني. أرماني أوكيالي للنظارات. جورجيو أرماني وهي الاسم الذي يمثل كل مجموعات شركات أرماني. وهناك أيضا أرماني برايفي أو هوت كوتور للأزياء الراقية. كما أن هناك أيضا أمبوريو أرماني كافيه وتنتشر حول العالم، وهي فنادق ومنتجعات أرماني التي أطلقها بالتعاون مع شركة إعمار العقارية.